بالرغم من الأحداث والحروب والأزمات التي تمر بها البلاد، إلا أن الأمل والتطلع بمستقبل أكثر جمالاً وازدهاراً لغد مشرق، يمحي كل شوائب الحروب من خلال التمعن والنظر فيما تختزله أنام المبدعين من لوحات فنية وصور جمالية تسرح بالخيال ليمن سعيد بعيداً عن الحروب والاقتتال. معرض الفنون التشكيلية بمحافظة حضرموت الذي أقامته أكاديمية الموهوبين بالتعاون والتنسيق من السلطة المحلية ومؤسسة العون للتنمية. المعرض احتوى على أكثر من 126 لوحة فنية لأكثر من 60 مشارك من مختلف مناطق حضرموت، حيث يسعى القائمون على المعرض إبراز إبداعات الشباب الحضارم وتنميتها وتأهيلهم للمشاركة في المعارض العالمية. إحنا اليوم جينا نزور ونتفرج على معرض الفنون التشكيلية لمحافظة حضرموت أكاديمية الموهوبين، وصراحة المعرض مرة حلو عجبنا إحنا، وخصوصا الرسمات، لأنه في بعض الرسمات توحي بالخيال، خصوصا رسمات عيدروس الجفري مرة عجبتنا إحنا. أول مشاركة لي في ثاني معرض يقيمه أكاديمية الموهوبين للتصوير الفوتوغرافي. مثل هذه المعارض تدعم بشكل كبير وتنمي مواهب الشباب في هذا النوع، إذا كانت تصوير فوتوغرافيا أو رسم زيها، لأن الشباب يحس إنه عنده في ناس يهتمون فيه يظهروا مواهبه. قسم المعرض إلى 4 أجنحة: جناح الصور الفوتوغرافية، وجناح اللوحات الفنية والخط، وجناح الأعمال اليدوية. جميع اللوحات تحمل رسالة واضحة أن لدى الشاب اليمني إبداعات ينقصها الاهتمام والتأهيل ليتمكنوا من تطوير مواهبهم وصقلها. يأتي هذا المعرض في ظل الظروف التي تعيش فيها بلادنا، وبالرغم من هذا فكان للمبدعين وكان للفنانين تشكين كلمة، فأرادوا أن يقولوا نحن هنا بفننا بإبداعنا بكل ما تحمله كلمة المعاني الفن التشكيلي والتي ترسم دائما على النفس البهية والسرور. وتبقى نظرات هذا الطفل وهو يتأمل هذه اللوحة الفنية معبرة عن السلام بعيدا عن الحروب التي تمر بها البلاد، ولسان حاله يقول: ألم يأتي بعد الوقت أن ننعم بحياة كريمة ومستقبل خاليا من الحروب والدمار ونعيش كبقية أطفال العالم بسلام. طبعا المعرض له قيمة كبيرة، المعرض تنوع بين الرسم بين النقش بين التعبير بالمجسمات التي تحكي واقع حياة الإنسان بحضرموت. وتظل الصورة واللوحة أبلغ من الكلمة لتوصل رسالتها للجميع أن الإبداع مكان في زمن دمر كل ما هو جميل في اليمن السعيد. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون.